سنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه ما من واحد منا إلا وقد مضى عليه زمن لم يكن مذكورا، كما قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فكل واحد منا قد أخرج من العدم، أخرجه الله تعالى إلى هذه الدنيا، إلى دار العمل، وهي دار متاعها قليل وكثيرها قليل. فهذه الدنيا ما هي إلا شهور وأعوام وليالي وأيام وساعات ودقائق ولحظات، ثم تنقضي لينتهي كل واحد منا إلى الموت، إلى اليوم الذي قدر له أن يخرج فيه من هذه الدنيا. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن الكريم، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه، كان يحذر من الاغترار بالدنيا، وينبهنا على أن هذه الدنيا إنما هي مزرعة الآخرة، كما قال تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كما في صحيح البخاري، وصاه وصية هي وصية لنا جميعا. قال له عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر وأمرنا عن طريقه أن نكون في هذه الدنيا على أحد حالين: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فعلى المسلم أن ينزل نفسه في الدنيا على أنه غريب، لأن الغريب إذا كان في بلد الغربة فإنه لا ينافس أهلها في عزهم، ولا يشعر حتى لو أنه أذل في تلك البلاد فإنه لا يبالي. لماذا؟ لأنه يعمل من أجل الرجوع إلى وطنه الأصلي، فهو يحن إلى بلده، وهو في هذه البلاد، بلاد الغربة، إنما يأخذ منها ويتزود منها ما يحتاجه في بلده حتى يرجع إلى بلده. والمؤمن وطنه الأول هو الجنة، هذا هو وطننا جميعا، لأن آدم عليه السلام خلق في الجنة، هو وزوجته، وسكن الجنة، وكانت منزله وداره، وكانت منزله وداره في الجنة، ثم أهبط منها. وقد وعد الله آدم وحواء بالرجوع إلى الجنة هما وصالح ذريتهما. ولذلك فالمؤمن دائما يتشوق للرجوع إلى الآخرة، يتشوق للرجوع إلى داره الأولى، إلى الجنة. وكما قال القائل: كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله.
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب، أي لا تنافس أهل الدنيا في دنياهم. ولهذا قال بعض السلف: من نافس الكلاب، يعني من نافس الكلاب في طعامهم تأذى منه. الإنسان الذي يذهب إلى الكلاب وهي مجتمعة تأكل وأراد أن ينافسهم في أكلهم عضته الكلاب. كذلك هذه الدنيا، الدنيا ليست دار منافسة بين المؤمنين. المؤمن ينافس أخاه المؤمن في العمل الصالح، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في نعيم الجنة كان أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه يتنافسان في الأعمال الصالحة، ما كانا يتنافسان في جمع الدنيا. كذلك ينبغي أن يكون المؤمن أن ينافس في الأعمال الصالحة لا في جمع الدنيا، وإلا فإنه سيكون مثل أهل الدنيا، وأهل الدنيا هم الكفار فقط، هؤلاء هم أهل الدنيا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه عمر رضي الله عنه ورآه متكئا على حصير قد أثر في جنبه دمعت عيناه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، هذا كسرى وقيصر يتمتعون فيما يتمتعون به، وأنت رسول الله، والله فضلك على الناس في هذا العيش؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فالمؤمن ليس من أهل الدنيا، المؤمن يفكر في داره الأولى، فهو في هذه الدنيا كالغريب، يعيش غريبا بين الناس، وإنما قلبه يتطلع ويحن إلى داره الأولى. فكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث في المسند وغيره، قال: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. هذا هو مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل الدنيا كمثل رجل قضى، كان يسير في الطريق فنزل في ظل شجرة فقال عندها، يعني قضى قيلولته عند تلك الشجرة، ثم راح وتركها. هذه هي الدنيا، الدنيا هي هذه الفترة التي يقضيها الإنسان تحت ظل تلك الشجرة. وينبغي على المسلم أن يتخذ هذه الدنيا وسيلة للفوز في الآخرة، أن يتخذ هذه الدنيا أو أن يأخذ منها ما يحتاج إليه في سفره. نحن في سفر طويل، سفر ينتهي بنا إما إلى الجنة وإما إلى النار، وعلينا أن نتزود في هذا السفر، وإن خير الزاد التقوى. فهذا هو معنى المعنى الثاني أو الحال الثانية التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، أن توطن نفسك وأن تنزل نفسك على أنك مسافر. ولهذا لما جاء رجل إلى الفضيل بن عياض سأله الفضيل: كم أتت عليك؟ يعني كم مضى من عمرك؟ فقال: 60 سنة. فقال له الفضيل بن عياض: منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله، يوشك أن تصل. فقال هذا الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: أتدري ما تقول؟ أتدري ما تفسير هذه الكلمة؟ معناها أنك عبد لله وأنك راجع إليه. ومن علم أنه لله عبد وأنه راجع إليه علم أنه موقوف، يعني سيقف بين يدي الله. ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال له هذا الرجل: فما الحيلة؟ ماذا أصنع؟ فقال له الفضيل بن عياض: الأمر يسير، أحسن فيما بقي من عمرك يغفر لك ما مضى من عمرك.
الإنسان يحسن فيما بقي له من عمره، إن كان قد قضى 30 سنة أو 20 سنة أو 40 أو 60 أو أكثر أو أقل، فإن عليه أن يحسن فيما بقي من عمره، لأنك إن أحسنت غفر الله لك ما تقدم من الخطايا والذنوب، بل يبدل السيئة حسنة والحسنة بعشر أمثالها، وهذا من رحمة الله بنا. فهذه الدنيا ينبغي للمؤمن أن يكون فيها على هذه الحال، إما أن يكون على أنه غريب، وإما أن يكون على أنه مسافر يريد الوصول إلى وطنه إلى الجنة، وعليه أن يتزود للوصول إلى الجنة، عليه أن يتزود للوصول إلى وطنه الأصلي الذي هو يحبه ويتشوق للوصول إليه. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أراد أن يمثل لنا هذه الدنيا التي يتنافس الناس اليوم عليها، ومع الأسف ترى بعض المسلمين بعض المؤمنين ممن يدعي الإيقان باليوم الآخر تجده يعادي أخاه، ربما يعادي أبويه من أجل أمر دنيوي تافه. وقد رأينا من يقتل، سمعنا بمن يقتل أخاه من أجل قطعة من الأرض أو من أجل مبلغ تافه من المال، يريق دما حراما من أجل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لنا هذه الدنيا التي يتنافس الناس اليوم في عليها، يتقاطعون من أجلها، يتباغضون من أجلها، يتدابرون من أجلها، يعادي الرجل أقرب الناس إليه من أجلها. هذه الدنيا مر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم على مكان تلقى فيه الزبالة، فوجد فيها جديا أسك ميتا جيفا، وهو جدي أسك لو كان حيا لما كان يساوي فلسين، وهو مقطوع الأذنين. مر به النبي عليه الصلاة والسلام وكان مع أصحابه فتوقف ونزل، فنزل الصحابة رضي الله عنهم وتوجه عليه الصلاة والسلام إلى هذا الجدي الميت، فأخذه عليه الصلاة والسلام وقال للصحابة: من يشتري هذا بدينار؟ فقالوا: يا رسول الله، لو كان حيا لما اشتريناه بدرهم، فكيف نشتريه بدينار وهو ميت؟ لو كانت عنده قيمة لما ألقاه أصحابه في الزبالة. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، الدنيا أحقر عند الله وأهون من جيفة ملقاة في الزبالة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو كانت هذه الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، لكنها أحقر، أحقر من جناح بعوضة، ومع ذلك الناس يتنافسون فيها ويتعادون من أجلها، يوالون من أجلها ويعادون من أجلها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من دعائه المعروف: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فهذا الذي نحن فيه في الدنيا هذا ليس عيشا، هذه ليست الحياة الطيبة التي سيجدها المؤمن عند الله يوم القيامة. وشتان بين حياة الدنيا وحياة الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، يعني آخر واحد يخرج من النار وهو آخر من يدخل الجنة وهو أدناهم مرتبة في يوم القيامة. قال: رجل يخرج من النار حبوا، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فيذهب فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع ويقول: يا رب وجدتها ملأة ليس لي فيها مكان، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فيرجع فيخيل إليه أنها ملأة فيقول: يا رب وجدتها ملأة، فيقول الله له في المرة الثالثة: اذهب فادخل الجنة ولك مثل
عشرة أمثال الدنيا. هذا آخر أهل الجنة له مثل عشرة أمثال الدنيا. فيقول الرجل: يا رب أتسخر بي وأنت الملك؟ يعني أنت الملك، أنت الخالق، تسخر بي وتستهزئ بي؟ يظن بأن الله يستهزئ به. يقول عليه الصلاة والسلام في ختام الحديث: فذلك أدنى أهل الجنة منزلة. آخر شيء في الجنة، أدنى الناس في الجنة له مثل عشرة أمثال الدنيا. ويقول عليه الصلاة والسلام: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. موضع قوس، الموضع الذي يشغله الحيز والمكان الذي يشغله قوس في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فكيف يفرط المسلم في الآخرة ليشتغل بالدنيا؟ كيف يبيع يعني هذا المتاع الآخرة، يبيع الآخرة بمتاع من الدنيا قليل؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وعلى الرغم من أننا نعلم بأن متاع الدنيا قليل وأنه ظل زائل وأن الإنسان سيحاسب عليه يوم القيامة وأن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، ومع ذلك على الرغم من علمنا بهذا، لكن الواقع شيء آخر. في الواقع نرى شيئا آخر، نرى بأن الناس يتنافسون على الدنيا فقط وكأنهم لا يؤمنون بالآخرة. هم يؤمنون بها نعم، لكن ليس عندهم يقين بأن يوم القيامة قريب. تجد الواحد منا يعتقد بأنه سيعيش حتى لو كان قد قضى من عمره 70 أو 80 سنة، هو تجده يطمع أن يعيش أضعاف ما عاشه من السنوات. ولذلك تجده يؤخر التوبة، يؤخر رد الحقوق والمظالم إلى أهلها، وهذا ضعف في اليقين باليوم الآخر. ولذلك فالواجب على المسلم أن ينظر إلى الدنيا بهذه النظرة. هذه الدنيا إنما هي مزرعة الآخرة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، حينئذ ستنتفع بحياتك وستنتفع يوم القيامة عند الله عز وجل. كانت إحدى النساء الصالحات في مكة قديما، يذكرها العلماء، كانت إذا أصبحت تحدث نفسها وتقول: يا نفس، هذا اليوم يومك، لا يوم لك غيره، هذا هو آخر يوم في حياتك، فتجتهد في العبادة حتى تمسي، حتى تصل إلى الفترة المسائية. في المساء تحدث نفسها وتقول: يا نفس، هذه ليلتك، لا ليلة لك غيرها، فتجتهد حتى تصبح. فهكذا كان نساء السلف رضي الله عنهن، وهكذا كان رجال السلف رضي الله عنهم. كان ينظر إلى، إذا أمسى في المساء يتحدث مع نفسه: هذه آخر ليلة، قد لا أصبح. فإذا أصبح يحدث نفسه بأنه لا يمسي، لا يعيش إلى المساء، فيجتهدون في العبادة. وبذلك بلغوا ما بلغوا من المراتب العلية. فينبغي على المسلم أن يوطن نفسه على هذا. هذه الدنيا وسيلة وليست غاية، الغاية هي الجنة، فلا ينبغي أن نجعل الوسيلة غاية وننسى الغاية الحقيقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تعالى حذر المؤمنين من الاغترار بالدنيا، حذرهم من الاغترار بالدنيا ومن زخرفها وزينتها، لأن الأمم ما هلكت إلا عندما اغتروا بالحياة الدنيا. ووالله لا يقتل القاتل إلا من أجل الدنيا غالبا، ولا يسرق السارق إلا من أجل الدنيا، ولا يزني الزاني إلا من أجل الدنيا.
اغتر بهذه الدنيا وظن بأنه لن يلقى الله تعالى. ولذلك فنحن عباد الله لا ننتفع اليوم بعباداتنا كما انتفع بها سلفنا رضي الله عنهم. نحن نصلي ونصوم نزكي لكن نحج نعتمر، لكن هل أثرت فينا هذه العبادات كما كانت تؤثر في سلفنا؟ نحن نقرأ القرآن لكننا لا نتأثر به كثير. نحن الآن جميعا نصلي لكن الله تعالى في القرآن في كتابه لما ذكر المتقين وصفهم بأنهم يقيمون الصلاة هدى للمتقين، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة. يقيمون الصلاة، والناس صنفان، صنف يصلي وصنف يقيم الصلاة. الذي لا يعتني بصلاته بخشوعها وركوعها وسجودها وأذكارها وشروطها هذا مصلي، يصلي على سبيل العادة، رأى الناس يصلون فهو يصلي. لكن الذي يقيم الصلاة والذي يعرف معناها هذا صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر. الذي يقيم الصلاة صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر، أما الذي يصلي فقط على سبيل العادة فصلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، ولذلك فهو يسرق ويزني ويشرب الخمر ويعتدي على الحقوق ويعتدي على الدماء ويعتدي على الأموال ويعتدي على الأعراض ولا يبالي لأنه لا يعرف معنى الصلاة. كذلك الذي يصوم يصوم رمضان فإذا انقضى رمضان عاد إلى ما كان عليه من المعاصي والكبائر، فهذا لم ينتفع بعبادته لأنه لم يخلص عمله لله تعالى، لأنه لم يتجرد عن الدنيا. فالدنيا سكنت قلوب المسلمين اليوم في هذه العصور المتأخرة، سكنت الدنيا قلوبهم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الدنيا في أيدي المسلمين، في أيديهم لا في قلوبهم، أما نحن اليوم فصارت في قلوبنا لا في أيدينا، لا نملك شيئا من الدنيا لكنها سكنت قلوبنا. ولذلك ضعف إيماننا وضعفت استجابتنا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. ووالله إن الإنسان لا ينتفع عند موته إلا باستقامته على دين الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. هذا الموقف الذي يكون عند سكرات الموت، الذي يقفه المؤمن ويسمع هذا النداء من الملائكة تثبته على بالقول الثابت، هذا إنما ينتفع به من تجرد عن الدنيا وأقبل على الله سبحانه وتعالى وحقق مقام العبودية لله، هذا هو الذي ينتفع. فهذه الدنيا متاع. كان محمد بن واسع من كبار زهاد هذه الأمة، وقد أراد يوما أن يختبره قتيبة بن مسلم وهو قائد الجيوش، فجمع الوزراء وقادة الجيوش ثم عرض عليهم كنزا من الذهب بحجم رأس الثور وقال لهم أترون أحدا يرد هذا إن عرضته عليه؟ فقالوا لا نظن أحدا يزهد في هذا الذهب، لأنه ذهب كثير، قد يزهد الإنسان في الشيء القليل، أما أن يعطى كل هذا الذهب ثم يرفضه فهذا لا نظن أحدا يرده. فقال لهم قتيبة بن مسلم سأريكم رجلا من هذه الأمة الذهب عنده كالتراب. ثم طلب أن يؤتى بمحمد بن واسع، فدخل محمد بن واسع وكان الوزراء والقادة كلهم جالسون، فقام قتيبة بن مسلم ورفع هذا الكنز وقال لمحمد بن واسع خذ هذا هدية مني إليك، فأخذه محمد بن واسع وانصرف.
فتغير وجه قتيبة لأنه كان يظن بأنه سيرفضه، لكن محمدا رضي رحمه الله ورضي عنه أخذ هذا الذهب وانصرف. فأمر هذا القائد، أمر أحد الجنود أن يتبعه، فخرج وراءه، وخرج محمد بن واسع يمشي في الطريق، فلقيه رجل فقير يسأل الصدقة، فأعطاه هذا الذهب كله، أعطاه كل هذا الذهب وانصرف، لأن الذهب عنده كالتراب. فرجع هذا الجندي وأخبر الجماعة، قال لهم رأيته فعل كذا وكذا. فقام قتيبة بن مسلم وقال هكذا فلتكن الدنيا. ولهذا كان قتيبة بن مسلم وهو قائد الجند، قائد الجيوش، كان لا يفرط في محمد بن واسع، دائما يكون إلى جنبه. ولما أراد فتح كابل وتعسر عليهم فتحها، لما حانت ساعة القتال قال قتيبة بن مسلم التمسوا لي محمد بن واسع، ابحثوا عنه أريده. ما سأل عن أحد من القادة، سأل عن هذا الرجل فقط. فذهبوا إلى محمد بن واسع فوجدوه قد صلى الظهر وغرز رمحه ورفع أصبعه إلى السماء يدعو. فرجعوا إليه وأخبروه بالخبر، فبكى قتيبة بن مسلم، بكى وقال والله إن أصبع محمد بن واسع خير وأحب إلي من 100,000 مقاتل. هذا رجل واحد أحب إليه وخير من 100,000 مقاتل. قال أستغني عن 100,000 مقاتل ولا أستغني عن محمد بن واسع، لأنه رجل همه الآخرة، هذه الدنيا يعلم بأنها مزرعة فقط. ولذلك كان دعاؤه مستجابا، فكان محبوبا عند العام والخاص، كانوا كلهم يتقربون إليه مع أنه جندي في جيش قتيبة بن مسلم. فما الذي رفعه هذه المنزلة؟ ما الذي جعل دعاءه مستجابا عند الله؟ عزوفه عن الدنيا وإقباله على الآخرة وعلى ما عند الله. وهكذا ينبغي أن نكون عباد الله، ينبغي على المسلم على قدر المستطاع أن يقبل على الله، أن تكون الآخرة همه، أما الدنيا فمتاعها قليل وسرعان ما تنقضي. هذه الدنيا كما قال علي رضي الله عنه لما طلب منه وصف الدنيا، قال ماذا أصف لك من دار أولها بكاء وأوسطها عناء وآخرها فناء. وهذه الدنيا والله لن تصفو لأحد من البشر. إذا كنت تعتقد بأن هذه الدنيا ستصفو لك فأنت على خطأ، والله ما صفت للملوك وأبناء الملوك، فكيف تصفو لنا؟ هذه الدنيا لم تصفو لأقوام سبقونا، كانوا أكثر منا قوة وأكثر مالا وأطول أعمارا، لكن ذهبت بهم الأيام، عاشوا مئات السنين، منهم من عاش 1,000 سنة وكان ملكا وكان قويا وكان صاحب جند ومال، أين هو الآن؟ ذهبت به الأيام كأن لم يكن شيئا مذكورا، منهم من لا يذكر أصلا ولا يعرف اسمه أصلا. فهذه الدنيا متاع، ولا ينبغي للمسلم أن يقف عندها وأن يجعل هذه الدنيا غاية همه. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله عز وجل فيقول ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فهذا هو الواجب على هذه الأمة، على المسلمين. نعم الكافر حاله مع الدنيا معروف، الكافر هذه الدنيا هي جنته كما قال عليه الصلاة والسلام، الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. المؤمن ما دام في الدنيا فهو في سجن، لأنه مكلف بالأمر والنهي، هذا واجب وهذا حرام، مأمور بالصلاة، مأمور بالصيام، بالزكاة، ببر الوالدين، بالإحسان إلى الخلق، هذه كلها أوامر. في المقابل هناك نواهٍ وهناك محرمات. فالمؤمن في هذه الدنيا في سجن، متى يخرج من هذا السجن؟ إذا مات. إذا مات خرج من السجن ليتحرر بعدها في الجنة. أما الكافر
فالدنيا هي جنته، يعيش يتمتع كالبهيمة كالحيوان، يتمتع ويأكل كما تأكل الأنعام، والنار مثوى له. فهو هنا في الجنة، في جنته، الكافر هذه هي جنته، لكنه يوم القيامة يسجن، يوم القيامة يعذب. فلا ينبغي للمسلم أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وعلينا أن ننظر إلى هذه الدنيا كما أمرنا الله عز وجل، كما وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا تساوي جناح بعوضة، فلا نهول من أمرها ولا نعظم من شأنها، لأنها والله لا تساوي ذلك، وسنعرف حقيقتها عندما نقف على سكرات الموت. حينئذ يعرف كل واحد منا أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا، وأنها أحقر من جناح بعوضة، لأنه في ذلك اليوم لا ينفعه شيء. إذا أقبل على أدبر عن الدنيا وأقبل على الآخرة ودخل في عالم الموتى، حينئذ سيعرف بأن هذه الدنيا ظل زائل، سيتذكر ما فعله من المعاصي ومن الذنوب، سيتذكر ما ترك من الفرائض والواجبات، في تلك اللحظة سيتذكر. فعلى المؤمن أن يعمل لذلك اليوم، أن يعمل ليوم موته، وأن يعمل ليوم قبره، وأن يعمل ليوم بعثه. ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، سلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاة.